لا مش هذه شو بدي تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات هنا بأشهر أسواق مدينة جدة تحي الطوبة. نشوفوا الأثمنة ديال خضار فين وصلة بارك الله هنايا حال مليح الراية الواحد تشوفوا معنا الحوت يعني الحوت ماشي موجود تبارك الله هنا السوق شحال ديال الخوخ اخويا 5 دراهم تبارك الله الخوخ 5 دراهم السلام عليكم هاني جيت صافا الامور بخير هاني انتم مزيان شوفوا محل اشهر هذا مزح 240 تبارك الله كاين كل الخيرات صافا بخير هانيه شحال داير الخوخ اخويا 160 هذا بلدي يمكن ياك ياك تبارك الله الحاج خصت عليه اوان شحال عندها يا الخضره كما كتشوفوا كذلك صديق شحال هذا المطيشه 100 دور هذه ديال اكادير ديال اكادير ياك كما شفتوا المطيشه الصغيره سبحان الله معروفه ديال اكادير راك باقي مشغول ياك تبارك الله خضره موجوده طلعت هو هذه اللي مهم سويهله هذه يا بتيخ هذا منين هذا بتيخ هذا تا ينبش جهه ديال كابدورو تا هو ولا شي بلاصه اخرى ياك عجب اول مره نشوفه انا والله العظيم قسما بالله والله لا اول مره لكن نشوفه قد يحسبوا سويهله ياك هذه الاخر دي اسبانيول ياك عليها دي اسبانيا واه نيشان واه شحال راك داير له انت الكيلو ولا بالحبه يعني هذا منتوج هاد الراس هادي اسبانيا كان صراحه كان كيتحسب لي ماركه الحمد لله
كره دار شويه السوق. لا تفوت. انا ندرك راني اقول لك بلاهي صافي احسن ما لا لا ياك مزيان ياك الحمد لله الله يسهل الامور اخويا الله يعطيك الخير. اذا كما شفتوا معنا يعني وكاين الدلاع عاوتاني كاين الدلاع عاوتاني هنايا صديق صديق محمد شحال هذا الكيلو؟ 3 دراهم. هذا ديال زاكورة. زاكورة ياك. إذا هذا الدلاح ديال زاكورة تبارك الله. والبتيخ؟ سويلة صديق شحال دايره البطاطا؟ بطاطا 80 70 ابو ستيفان ابو ستيفان. اذا البطاطا 3 دراهم ونص بطاطا وتختار حتى نتمنى مناسبة فابيان خور خوخ كاين البلدي 8 دراهم وهاد النوع تاع الخوخ عطيه 5 دراهم صراحة كاين أثمنة مناسبة الخير كان الخير صراحة صديق شحال هذا السردين؟ واش هو خويا؟ هذاك الرقيقة خويا ولا مقلى؟ الرقيقة شحال؟ 400 20 درهم إذا السردين 20 درهم السردين أخوتي 20 درهم ولكن صراحة سلعة جديدة مرة الراية مرة الراية لكن صراحة سلعة جديدة حلوة